للعمليه اهم الملامح للعمليه الانتخابيه اللي حدثت. العمليه دي كانت مهمه جدا، انها اول عمليه انتخابيه بعد غياب عامين زي ما قلنا بعد 30 يونيو، وبعد غياب حوالي 3 سنين من اخر اتحاد تم انتخابه بشكل رسمي في الجامعات المصريه اللي كان في مارس 2013. احنا خلصنا ان كان اهم الملامح للعمليه الانتخابيه دي هي تراجع القوى السياسيه والطلابيه لحساب المستقلين. كان الملمح الابرز ان القوى السياسيه والطلابيه الموجوده في الجامعات المصريه بعد في خلال العامين اللي فاتوا دول وبعد الاحداث الكثيره اللي حصلت في الانتخابات، قوتها وتواجدها في الجامعات المصريه قل بشكل ملحوظ جدا. يمكن ده ينسب لاسباب كتيره، منها انشغالها بالاحداث السياسيه اللي تم فرضها عليها بسبب الزخم السياسي اللي شهدته البلاد كلها، وتركيزها اكتر على الخطاب السياسي اكتر من الخطاب الطلابي، او اكتر من التركيز على القضايا الخاصه بالجامعات المصريه والخاصه بالطلاب. ده الصفه الابرز الخاصه بمختلف القوى السياسيه ابتداء من مصر القويه والدستور و6 ابريل والاشتراكيه الثوريين وهلم جرا جميع القوى المتواجده داخل الجامعات. اما بالنسبه لطلاب الاخوان المسلمين فكان انشغالهم بالتظاهرات والفعاليات الاحتجاجيه سواء داخل الجامعات المصريه او خارجها اللي كانت متواجده بشكل قوي جدا واثرت على العام الدراسي بشكل كبير قوي خلال العام 2013-2014. ابتداء من العام 2014-2015 بدأ تواجد هذه التظاهرات وتواجد طلاب الاخوان المسلمين داخل الجامعات يخفض تدريجيا، حتى وصلت تماما انه في العام 2015-2016 يمكن اعتبار ان الوجود شبه مختفي. الملمح الثاني كان ظهور الكيان صوت طلاب مصر. كان الكيان بدأ يظهر بعد بداية العام الدراسي 2015-2016. كيان قدر بفترة بسيطة جدا يفرض تواجده داخل الجامعات المصرية ويظهر بشكل ملحوظ على